أنا عايز أسأل حضرتك، كلمة حلوة حضرتك إيه قلتيها الفرق الكبير جدا. ما بين تغطية الإعلام لحرب الخليج وتغطية الإعلام حاليا للحرب الدائرة في منطقتنا؟ طبعا يا دكتورة درية، حرب الخليج كانت يعني كلنا عارفين إن كان فيها نوع من التوجيه الشديد جدا للرأي العام، وكانت دي الحرب يمكن اللي هي قوات التحالف كانت يعني ده الأسلوب الجديد اللي كان في الوقت ده، أسلوب جديد اتبعته إن هي تضع شعار للحروب، لأن أولا العقلية الغربية وبشكل عام لا تقبل التدخل في عسكريا في مناطق أخرى أو في دول أخرى زي ما حصل في أفغانستان والعراق. إزاي أنا يعني أنتهج سياسة فيها نوع من الإغارة على دولة تانية؟ صح، ده اللي حصل أيام الحرب دي، وفي نفس الوقت أرفع شعارات تدي إيحاء بأن أنا حرب عادلة، عشان كده كانوا بيسموها الحرب العادلة، الحرب ضد الإرهاب. ليه؟ لشحن الرأي العام العالمي. طب الآن الآن الحرب بيحصل، الدائرة الآن الآن على فكرة هم أيضا يصوروها على أنها حرب عادلة من بالظبط وجهة نظرهم. بالظبط أنا هقول لحضرتك، الحرب الحالية يمكن حرب غزة فيها منذ بداية الهجوم الإسرائيلي على غزة والقصف اللي حصل أعاد إنتاج هذه المقولات مرة تانية. إزاي بقى؟ يعني أولا في أكتر من عنصر اتسمت بيها، بنتكلم على الإعلام يعني التغطية اللي هي تغطية الإعلامية. الإعلامية. أولا كان في إغراق شديد جدا في أحادية، يعني بدأ كنا بنتكلم من أول ما بدأت أحداث غزة كان طرف واحد هو اللي ظاهر في الصورة، وده مع بداية الحرب، وده ضد طبعا فكرة إن احنا نكون في أطراف، المواطن عايز يعرف معلومات فالمفروض إن أنا أجيب له الاتجاهات المختلفة أو يعني الحقائق المختلفة. الحاجة التانية، السمة التانية برضو اللي كانت تسمح، احنا بنتكلم على الإعلام الغربي، انه ما فيش اي كان تدقيق في المعلومات، يعني زي اللي كانت بتقوله البيانات اللي بتقولها إسرائيلية اسرائيل كانت هي دي اللي نقلا عن بتتم إسرائيل. اذاعتها، ما كانش في اي مساحه للطرف الفلسطيني ان هو يظهر الا لما بعد فتره، خصوصا كان في يعني نقطه تحول لما حصل الهجوم والاغاره على المستشفى مستشفى معمداني. المعمدين، هي دي كان في نقطه تحول كبيره. الحاجه الثانيه كان في تحيز شديد جدا في التغطيه، يعني ده كان واضح تماما، وكان بقى حاطين التغطية دي في إطار يعني ما هم بقى دي برضو نوع من الاستراتيجية الإعلامية المنتهجة اللي بيتم يعني انتهاجها علشان أأثر على الرأي العام العالمي والدولي. طب هل استطاعوا أن يؤثروا على الرأي العام الدولي هو العالمي؟ هم حاولوا يعملوا نوع من الإطار، إحنا بنتكلم في مجال الإعلام بنقول إيه، طبعا حضرتك خبيرة في المسألة، لما بحط التغطية الإعلامية في أطر معينة بأثر على الرأي العام اللي بيشاهدني. يعني أول حاجة دايما لو تلاحظي حضرتك الإطار اللي مستخدم هو الإرهاب، إن الأعمال الفلسطينية هي بيعمل إيه بقى؟ بيعمل تداعي عند الجمهور بإيه؟ بداعش، بالمنظمات اللي هي إرهابية، فكان كل الكلام على ما تم يعني من المقاومة من حماس هي دي في إطار الإيه؟ الإطار بتاعنا الإطار الإرهاب، حتى المفردات اللي بيتم استخدامها، يعني لو حضرتك قارنتي مفردات كانوا بيتكلموا على قتلة من الإسرائيليين لأنهم ضحايا، بينما ما كانش في كلام على الطرف اللي بيموتوا من المدنيين، وكأن ده يعني موت يعني حضرتك بتقولي انه حتى يعني المصطلحات. ساروا في نفس النهج النهج الاصلي. التاني برضه بالظبط كده، النهج التاني المهم ان هم بيخرجوا يعني عادة وقت الأزمات لازم يكون في خلفية تفسيرية للأحداث، كانوا بيخرجوا هذا يعني الهجوم اللي حصل والقصف عن سياقه التاريخي، يعني ما هو في احداث كتيره كانت ضد الفلسطينيين ومجازر قبل كده وفي هجوم، ويعني في احداث كتيره احنا برضو عاصرناها، فلا هم استثنوا او خرجوا الحدث ده في ايه، في اطار الدفاع عن النفس طبعا اللي هي ده اللي دايما يعني تم اسرائيل التأكيد على أن هذا الموضوع كان موضوع هجوم لا مبرر له. بالظبط.